الفجيره في الامارات خلاص تقترب من الوصول باذن الله الى الفجيره استعدادا لهذه المباراه الهامه بالتاكيد بالنسبه لنادي الفجيره والنادي الاهلي احتفالا باليوبيل الذهبي. لكن معي في هذه اللحظات احد حراس مرمى النادي الاهلي اللي ظهروا بشكل جيد خلال الفتره الاخيره وكان متواجد مع الفريق في التدريبات بشكل جيد وكابتن طارق سليمان اشاد به في الكثير من المناسبات. كابتن علي لطفي احد اسر الوجوه المنضمه في شهر يناير الماضي يمكن شهرين ثلاثه لكن لا تحس ان انت موجود في الاهلي من سنوات يعني عارف السيستم وعارف النظام. لكن في البدايه عايز اعرف تعليقك بقى بعد انضمامك للاهلي وشايف المرحله الحاليه ازاي ليك مع الفريق. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحمد ربنا طبعا ان انا موجود من ضمن لاعيبه النادي الاهلي وده شرف كبير جدا طبعا لاي لاعب. طبعا اتمنى طبعا المرحله الجايه بمزيد من البطولات مع النادي الاهلي والحمد لله حققنا بطولة الدوري وان شاء الله ان شاء الله نقدر نستعيد تاني بطولة افريقيا واحنا مستعدين ليها ان شاء الله بشكل جيد ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. نقطة ايجابية بالنسبة لك وانت داخل على فريق جديد بالنسبة لك انك تحقق معاه بطولة يعني ده بيديك دفعة للفترة الجاية اكيد يعني. طبعا النادي الاهلي انت عارف النادي الاهلي على طول احنا يعني انا جيت بقالي 3 شهور اتعلمت حاجه هنا ان احنا ما فيش حاجه اسمها مركز تاني احنا على طول بنلعب على البطوله ودوت اللي انا طبعا كسبته مكسب كبير جدا طبعا في وجودي في النادي الاهلي وان شاء الله نتمنى طبعا ان احنا نقدر نحقق بطوله افريقيا البطوله اللي النادي الاهلي بيسعى عليها من فتره ان شاء الله لا ان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. علي لطفي بيبص ازاي لمنظور الرقم يعني 40 بطوله دوري النجمه الرابعه احساسك كلاعب وانت داخل على فرقه 40 بطوله ودي النجمه الرابعه بالنسبه لك في بطوله محليه؟ طبعا احساس جميل طبعا انت موجود في في, في نادي محقق البطولات دي بطوله الدوري 40 مره بطوله افريقيا 8 مرات وان شاء الله التاسعه في الطريق فطبعا احساس جميل جدا طبعا اللي انت النادي تشارك في كاس العالم للانديه في عده مرات فلا طبعا احساس ان انت بتلعب في نادي كبير ونادي بطولات ده احساس جميل طبعا. عايز اعرف بقى الهارموني والشغل مع الحراس زمايلك شريف والشناوي ومع كابتن طارق سليمان يعني بتشتغلوا وبتفكروا في المراحل ازاي وكمان الكابتن طارق دايما في اجتماعاته معاكم يعني الثلاثه بصراحه انتوا الثلاثه اساسيين يعني كل واحد فيكم يقدر يشيل فرقه على مدار موسم كامل وحتى كلكم دوليين لعبتوا مع المنتخب كمان. طبعا الحمد لله النادي الاهلي الحمد لله ده براي الناس مش 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 براينا احنا ان موجود في ثلاث حراس مرمى على اعلى مستوى شريف اكرامي الشناوي علي لطفي ان شاء الله باذن الله احنا مع بعض بنقعد مع بعض اي واحد فينا بيلعب بيكون في داره ده وان شاء الله نقدر نحقق خلال الموسم دوت نكون سبب رئيسي في البطولات ان شاء الله والحمد لله كابتن طارق طبعا بيقعد يتكلم معانا ده بنشتغل وبنتعب عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي فان شاء الله نقدر نكون على حسن ظنهم الفتره اللي جايه وربنا يكرمنا يعني جميعا ان شاء الله. من اول يوم جه في علي لطفي يمكن انا بهتم جدا باللي بيتكتب في الصحافه والمواقع عشان اعرف برضو انطباعات النقاد الرياضيين والصحفيين ووجهه نظرهم وساعات بتبقى في اخبار صحيحه وفي البعض ممكن بيجتهد لكن الخبر اللي دايما بسمعه او بقراه بشكل اكتر ان علي اول ما جه مثلا بيتكلم في موضوع المشاركه انه بيقول بيشارك لازم نلعب بالدور كل حارس يشارك الجزئيه دي انا عارف السيستم النادي لكن اسمع منك انت اللي انت اول مره اعتقد هتتكلم في هذه الجزئيه لانك اكيد برضو سمعتها من البعض اول ما انضميت للاهلي. لا طبعا انا من يوم ما جيت النادي الاهلي انا شايف ان لما بتلعب في نادي كبير ونادي بقيمه النادي الاهلي انا بشوف ان مفيش حاجه اسمها لعيب احتياطي ولعيب اساسي يعني اللعيبه كلها بتبقى اساسيه اللعيبه كلها بتبقى جاهزه لان يعني النادي الاهلي بيبقى يعتبر بيشارك في كل البطولات فلازم تكون جاهز على اعلى مستوى في اي لحظه تكون موجود. انا طبعا ما اتكلمتش في موضوع اللعب ده خالص انا اول مره اسمع الموضوع دوت. لا طبعا احنا زي ما قلت لك احنا اي حد فينا بيلعب بنكون وراه وبنكون في ظهره احنا اول حاجه عندنا النادي الاهلي يظهر بصوره كويسه ده اهم حاجه عندنا كلنا يعني. بطوله افريقيا داخلين على مرحله مهمه بطوله افريقيا والمجموعه بتاعه النادي الاهلي المجموعه الاولى فيها الترجي كامبالا سيتي الاوغندي وفريق بطل بوتسوانا شايف المستوى والبطوله ازاي والاهلي كان خلاص على وشك الفوز بيها العام الماضي في المباراه النهائيه. طبعا ان اكيد طبعا الفرق كلها عامله حساب النادي الاهلي واحنا طبعا عاملين حسابنا للفرق كلها طبعا ما فيش في البطوله الافريقيه فرق ضعيفه او فرق فرق كلها بتبقى قويه وعلى اعلى مستوى وان شاء الله نقدر
نحقق حاجه تليق بالنادي الاهلي الفتره اللي جايه في بطوله افريقيا، ونقدر نستعين اللقب تاني زي ما قلت حضرتك. فان شاء الله مش مجهود خالص طبعا، اللي احنا عايزين نستعين طبعا اللقب دوت والنجمه التاسعه طبعا ان شاء الله باذن الله. فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه باذن الله. باقي على الدوري 5 مباريات، يعني فرصه بقى للكل يشارك في الجزء الاخير ده من المباراه بعد حسم البطوله برقم قياسي في فرق النقاط كمان. طبعا احنا كل اللاعب يتمنى طبعا ان هو يكون موجود الفتره اللي جايه، يظهر بمستوى كويس طبعا، ده طبعا بعد قرار الجهاز الفني طبعا. فان شاء الله كل لعيب هيجيله الفرصه ان شاء الله يقدر يظهر كويس قدام الجمهور بشكل كويس، ويقدر يثبت نفسه ان هو يكون جدير بيكون موجود في المكان زي مكان النادي الاهلي ان شاء الله. ماذا بعد مباراه مصر والبرتغال مع محمد الشناوي وظهوره بشكل جيد؟ وظهور الشناوي هو اشاده ليه كنتوا كحراس مرمى في النادي الاهلي على مستواكم العالي. طبعا انا كنت لسه بكلم الشناوي امبارح، كنت ببارك له على الاداء طبعا، وكان كويس جدا في الماتش، وفرحت جدا ان هو اول ماتش ليه دولي وماتش زي البرتغال طبعا، ففرحت جدا بمستواه، وكنت بكلمه امبارح وان شاء الله يقدم اكتر ما عنده الفتره اللي جايه ان هو يكون موجود، وانا شايف ان هو احق ان هو يكون موجود الفتره دي، ماشي بشكل كويس مع النادي الاهلي وفي الدوري وفي الماتشات افريقيا. فانا شايف ان هو كان الاصلح ان هو يكون موجود في ماتش زي ماتش البرتغال. يعني ماذا دار في هذا الاتصال التليفوني؟ انا اقول لك باللغه العربيه. لا انا كنت ببارك له على الاداء طبعا، وكنت بقول له ان شاء الله يكون الفرصه قدامك ان شاء الله الفتره اللي جايه، انت ماشي بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود، وان شاء الله في الماتشات اللي جايه بعد كده تظهر بشكل احسن واحسن. انت اول ماتش ليك فظهرت بشكل كويس، ان شاء الله الثقه هتبقى اكتر واكتر، تظهر بشكل احسن واحسن. يعني اتكلمتوا فنيات ولا يعني تطرقتوا برضو للمباراه وتفاصيلها وكريستيانو والمواجهه كان شايفها ازاي؟ يعني اديني كده الكواليس، لان انا عارف العلاقه اللي بتربط علي باكرامي بشناوي في حراسه مرمى الاهلي. لا خلاص والله احنا اتكلمنا بس في اداء الماتش. كنت شغال بشكل كويس، وانا حسيت من اول الماتش ان هو مركز جدا في حتى في السلام الوطني، شايف وشه مركز جدا في الماتش، عايز يظهر بشكل كويس، والحمد لله ربنا وفقه وظهر بشكل كويس، وتعامل مع كرات كتير قوي بشكل كويس، وفي كوره من ضمنهم كوره كريستيانو طبعا تعامل معاه بشكل كويس. فطبعا ببارك له على الاداء، وان شاء الله مزيد من التالق مع المنتخب يعني ان شاء الله. كريستيانو رونالدو ما كانش محور الحديث بينكم؟ لا 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 خالص والله، لا احنا كنا بنتكلم في مجمل الماتش بس. فان شاء الله يكون يأدي بشكل كويس في الماتشات اللي جايه، ويكون لي الحظ طبعا يكون موجود، ده شرف لينا كلنا طبعا ان هو يمثلنا طبعا، يمثل اسره حراس المرمى في النادي الاهلي ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم، وده حاجه كويسه وده حق شرعي طبعا ليه، فربنا معاه وان شاء الله يأدي بشكل كويس في الفتره اللي جايه. ومحتاجين يكون في حارس تاني كمان في المنتخب ان شاء الله، يكون 2 حراس من الاهلي. في فرصه ان شاء الله في المعسكر القادم، يمكن المعسكر القادم اخر معسكر، ولا انت شايف خلاص يعني اعتقد المنتخب كده بيبدا يلملم اوراقه قبل كاس العالم؟ والله احنا اتعودنا في الكوره عامه ان ما فيش حاجه اسمها مستحيل، الكوره متغيره، ممكن يحصل حاجه في اخر لحظه ممكن تكون موجود، فدي حاجه في علم الغيب طبعا وفي ايد ربنا، وطبعا اي لعيب بيبقى يتمنى ان هو يكون موجود مع منتخب مصر في كاس العالم، ده شرف كبير جدا طبعا، انت تمثل بلدك في بطوله طبعا هي الاقوى والاغلى طبعا عند جميع اللاعبين وجميع المنتخبات، فان شاء الله يكون لينا نصيب فيها ان شاء الله باذن الله. وفي جلساتك مع كابتن طارق سليمان، ايه اهم حاجه بيقولها لك كابتن طارق على المستوى الشخصي مع علي وطموحات علي برضو مع النادي الاهلي؟ طبعا كابتن طارق يعني من فتره على طول بيتكلم معايا، والفتره دي بيتكلم معايا ان انا اكون جاهز في اي لحظه، واكون ومشارك لازم اظهر بشكل كويس، فاشتغل كويس في التمرين واشتغل كويس على نفس الفتره اللي جايه، فكل كلام مع كابتن طارق في الصوره دي ان انا اشتغل بشكل كويس عشان لما تجي الفرصه اقدر ابقى شكلي كويس قدام الناس واظهر بشكل كويس. وطموحي طبعا مع النادي الاهلي ان انا طبعا مزيد من البطولات واحقق بطولات مع النادي الاهلي، ده طبعا بشرف ليا، واكتب اسمي طبعا في تاريخ النادي الاهلي ان انا اكون لعيب من ضمن لعيبه النادي الاهلي واحقق البطولات مع النادي الاهلي، ده شرف كبير طبعا ليا. ايه اهم ماتش او ايه احسن لحظه لعلي لطفي لما دخل النادي الاهلي؟ مناسبه، حدث، يوم مش قادر تنساه،
هل اول يوم لما دخلت فيه ملعب التتش ولا هو يومين طبعا. فاول يوم ان انا سمعت ان انا جالي اتصال تليفوني طبعا ان الموضوع خلاص خلص وانا خلاص بقيت لعيب في النادي الاهلي، ده طبعا ده كان احسن خبر سمعته في حياتي، يعني ان انا اكون موجود في النادي الاهلي واكون من ضمن لعيبه النادي الاهلي، ده كان شرف كبير ليا جدا طبعا، وكان حلم طبعا بالنسبه لي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. واليوم الثاني طبعا في اول خطوه دخلت فيها ملعب التتش طبعا، ده كانت فرحه بالنسبه لي طبعا لا توصف طبعا. فبحمد ربنا على اللي انا فيه، وان شاء الله اكون على عند حسن ظن الناس الفتره اللي جايه باذن الله. الاسره كلها اهلاويه وكلهم وصوك في موضوع الاهلي صح؟ طبعا، يعني والدي واخواتي طبعا اهلاويه جدا، وطبعا والدتي طبعا من بعد بقى ما لعبت كوره ودخلت النادي طبعا هي والدي ووالدتي طبعا هم الخير والبركه طبعا بدعواتهم ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي ان شاء الله الحمد لله. ربنا يخليهم لك علي. ربنا يخليك يا حماد. ربنا كلمه اخيره. طيب كلمه اخيره طبعا بشكركم ان انتوا معانا ومتابعينا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نحقق حاجه جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ونقدر نستعين ببطوله افريقيا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله. يا رب ان شاء الله. شكرا حماد. شكرا.